قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم قال الله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم قال: حل لكم ليلة الصيام. ماذا نفهم من هذا كله؟ لما أتى الله عز وجل بالدعاء تخللت آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تكلم الله عن الصيام، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال بعدها: أحل لكم ليلة الصيام، أي أن أحكام الصيام لم تنتهي، وإنما جاءت آيات الدعاء تتخلل آيات الصيام. قال العلماء: المعنى أن الدعاء عند الإفطار يتأكد، الدعاء عند الإفطار يتأكد، يتأكد في حالتين: عند إتمام العدة أي في نهاية الشهر، ويتأكد عند نهاية اليوم نفسه، نهاية اليوم نفسه. فالإنسان إذا صام عند إفطاره قد أكمل عدة ذلك اليوم، فيتأكد الدعاء هنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر أحوال الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا ما يتعلق بأحكام الصيام. في نفس